الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا لا يظلمون.
قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قل اللهم الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتولج النجار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت
وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ويحذركم الله نفسه قل إن تخ
السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد والله بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم قل أطيعوا الله
أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. إن الله اصطفى والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. فتقبل مني. فتقبل مني.
قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وليس الذكر كالأنثى فلما وضعتها قالت فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم
فيما بلغ عن رب العزة جل وعلا. لقد استمعنا واستمتعنا إلى العلم القرآني فضيلة الشيخ منصور محمد رمضان القارئ والمقيم بكفر صندنهور مركز بنا محافظة القليوبية في ليلة تكريم الأب الذي ربى فأحسن التربية، الأب الذي كان يتكئ على عصاه ويؤدي الصلاة في أوقاتها عملا بقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. في ليلة تكريم المغفور له بإذن الله الحاج عبد المنعم عزازي والد المستشار مجدي عبد المنعم عزازي، ويحضر معنا هذا التكريم علمين من القراء: فضيلة الشيخ محمد أبو ليلة وفضيلة الشيخ منصور محمد رمضان. أما الفراشة والإضاءة إدارة الحاج أشرف اللطروني، أما الإذاعة الخارجية إدارة المهندس ناصر فتح الله، أما القناة الفضائية إدارة المهندس أحمد الجعبري، أما الخدمات فإدارة المتر أيمن المقيم بدملو مجدي عبد الغني المقيم بدملو مركز بنها محافظة القليوبية، وشكر الله سعيكم جميعاً.